خليني ارحب بالاستاذ محمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي. استاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ عزه، مساء الخير ومساء الخير لكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. اهلا فندم. استاذ محمد، النهارده سياده الرئيس استقبل الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكيه. حضرتك كمهتم بهذا الملف وكمتخصص باحث وأيضا محلل اقتصادي، كيف ترى هذه اللقاءات وهذا اللقاء تحديدا اليوم مع المنفذين الرؤساء التنفيذيين للشركات البلجيكية؟ يعني في البداية أستاذ عزة، لما بنتكلم عن بلجيكا أي باحث اقتصادي عارف قد إيه الاقتصاد البلجيكي والشركات القطاع الخاص البلجيكي والحكومة كمان البلجيكية مؤثرة جدا في الاقتصاد المصري. وقد يكون ده دي معلومه قد يكون الناس مستغرباها، يعني انت لما انا بقول لحضرتك ما تعرفهاش. صحيح بالظبط كده، يعني لما اقول لحضرتك مثلا ان بلجيكا بتستثمر في مصر لوحدها اكتر من استثمارات كل الدول العربيه، الناس ممكن تتفاجئ من المعلومه دي، بس دي معلومه حقيقيه. ده معلومه قويه في نفس الوقت للاسف، يعني المفروض ان المفروض ان الوطن العربي استثماراته تبقى ما بين بعض اقوى يعني. لكن بلجيكا من الدول الاوروبيه او الدول الاجنبيه القليله جدا اللي استثماراتها ضخمه جدا في الاقتصاد المصري. فاحنا بنتكلم حتى في تطور ده طول الوقت يا استاذ محمد. طبعا بنتكلم في اخر 20 سنه تقريبا، لما نيجي نبص على الاستثمار الاجنبي الاف دي اي اللي داخل لمصر في اخر 20 سنه، هنلاقي ان بلجيكا في المرتبه الثانيه الى الثالثه من داخل الاتحاد الاوروبي، ومن حول العالم كله هتلاقيه في المرتبه الثانيه تقريبا. فاحنا راجع لايه؟ ده ليه اسباب كتيره جدا، انه احنا وده جزء اسباب رئيسيه منها اللي احنا هنتكلم عليها. الاجتماع الخاص بتاع النهارده ليه علاقه مشتركه بالمصالح البينيه بين مصر وبلجيكا. على سبيل المثال لو حضرتك تبصي على الاجتماع النهارده كان مع مين؟ كان مع ثلاث شركات. الشركه الاولى هي شركه ميناء انتر، وده ثاني اكبر ميناء، ثاني اكبر ميناء بحري في اوروبا، مش بس اكبر ميناء في بلجيكا، على مستوى اوروبا كلها. بالظبط كده بالظبط كده. دي الشركة الأولى، الشركة الثانية هي شركة ديمي، ودي شركة متخصصة في البنية التحتية، متخصصة في البنية التحتية للموانئ والنقل البحري. دي الشركة الثانية، الشركة الثالثة هي شركة فلوكسي، ودي شركة متخصصة في الطاقة التقليدية أو الطاقة النظيفة. خلينا نبص الجزء أو الشق الأول من هذا الاجتماع، وهو الشق المتعلق بالنقل البحري والموانئ، اللي هي شركات أنترب وشركة ديمي. إيه علاقة الشركتين دول بمصر؟ الشركتين دول احنا في بيننا وبينهم شغل كبير جدا. اخر او احدث الشغل والمشروعات اللي بين مصر وبين الشركات دي هو مشروع تطوير وتوسعه ميناء ابو قير البحري. طيب يبقى احنا رحنا لافضل الناس في العالم في هذا المجال عشان يشتغلوا معانا في قطاع احنا عندنا نقص فيه وعايزين نطوره، وهو قطاع النقل البحري والموانئ واللوجستيات. طيب السؤال هنا المهم، هو احنا ليه بنطور ميناء ابو قير؟ لان حضرتك لما تيجي تبص على خريطه الموانئ المصريه هتلاقي ان احنا عندنا حوالي 17 ميناء، بس الضغط واغلب الشغل بيروح لميناء اسكندريه وميناء الدخيله. نص التجاره المصريه مع العالم الخارجي بيتم عبر ميناءي اسكندريه والدخيله. وبقيه الموانئ المصريه ما عليهاش نفس الضغط، فاحنا محتاجين ان احنا نخلي الطاقه الاستيعابيه لبقيه الموانئ اكبر بكثير، بدل ما يكون الضغط على ميناء واحد او اثنين ميناء فقط. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا طالما الشركات الملاحه وخطوط الملاحه الدوليه بتفضل موانئ اسكندريه، طيب احنا هنطور ميناء ثالث وهنوسعه برضه في اسكندريه، وقريب من ميناء الدخيله وقريب من ميناء اسكندريه الرئيسي اللي هو ميناء ابو قير البحري. ده رقم واحد. فاحنا رحنا لافضل ناس في العالم عشان يطوروا ويدخلوا معانا في تطوير وتوسعه هذا الميناء. تطوير الميناء استاذ محمد، تطوير الميناء ده يفرق في ايه؟ لازم نقول للناس. بيفرق كتير طبعا. هقول لحضرتك ايه علاقته بحياتنا اليوميه. وليه الناس ممكن تستفيد من الموضوع ده. لما انا يبقى عليا ضغط كبير جدا، لما يوصل لدرجه ان نص 50% تجارتنا مع العالم الخارجي سواء صادرات وواردات بتيجي عن طريق ميناء واحد او اثنين ميناء فقط، على الرغم ان احنا عندنا 17 ميناء. الضغط ده والكثافه دي، كثافه البضائع اللي داخله وكثافه السفن والحاويات اللي داخله على المواني دي، بتخلي السوق الحاويات دي والبضائع دي تقعد كتير عبال ما تنزل وتتحمل وتتفرغ من الميناء لحد ما توصل للمستهلك النهائي. بيكون المستورد او المصدر دفع غرامات كتيره، فبالتالي الغرامات دي مين اللي بيدفعها في الاخر؟ المستهلك النهائي، مش المستورد. صحيح. طيب لو انا حملت وفرغت الحاويات دي بسرعه،
إذن أنا هوفر غرامات كتيرة، هوفر تكاليف أرضية، هوفر تكاليف التخزين، وهسرع وصول البضائع دي للسوق، وبالتالي المستهلك النهائي هتوصل له السلعة أسرع وأقل سعرا. فأنا بالتالي عايز أخلي أفرش البضائع اللي جاية من بره على كذا ميناء، بدل ما بتروح لميناء واحد بتروح لثلاث أربع موانئ على البحر المتوسط. هي دي الفكرة الأساسية. ففي النهاية ما ندفعش تكاليف وغرامات أكثر، نفرغ الحاويات أسرع، توصل للناس بتكلفة أقل. ده الشق الأول من الاجتماع. الشق الثاني من الاجتماع له علاقة بالطاقة، بالطاقة النظيفة. القصة هنا ازاي بقى بتبدأ؟ إن احنا هنا في مصر الشركات البلجيكية تحديدا هي أيضا متقدمة في هذا المجال. بالظبط كده طبعا. من أكثر الشركات تقدما في الاتحاد الأوروبي. احنا بنتكلم عن شركة فلوكسي، وشركة فلوكسي هي متخصصة في الطاقة التقليدية بكل أشكالها كنفط وغاز وبتروكيماويات، لكن كمان هي متخصصة وبدأت تدخل في قطاع الطاقة النظيفة. طيب إيه علاقة ده بقطاع النهاردة؟ العلاقة بقطاع النهاردة إن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ. الاتفاقية دي بدون ما ندخل فيه كلام معقد ومصطلحات علمية، من الآخر كده إن إحنا بنتكلم ببساطة إن مصر من الدول اللي وقعت على اتفاقية. الاتفاقية دي بتقول إن إحنا لازم نخفض التلوث في كوكب الأرض، لازم نقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لازم نحاول ننتقل من الوقود والبنزين إلى الغاز الطبيعي وإلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. للحفاظ على البيئة علشان هذه الاتفاقية. بالضبط كده. ومصر من أكثر الدول التزاما بهذه الاتفاقية. فبالتالي احنا هنا ايه علاقه ده بشركه فلوكسي واجتماع النهارده؟ ان احنا النهارده عايزين ندخل مع هذه الشركه في استثمارات ضخمه في قطاع الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر من اسمه حتى هو مصدر للطاقه النظيفه، لكن هذه الصناعه ما ينفعش يتم انشائها في دوله الا اذا كانت هذه الدوله لديها فائض من الطاقه المتجدده. مش اي دوله نقدر ندخل فيها نعمل هذه الاستثمارات، لان الهيدروجين الاخضر ده على مستوى العالم مش اي دوله تقدر تعمل ده. مش اي دوله بالظبط، لازم يكون عندك فوائد من الطاقه المتجدده. طيب الدول اللي عندها فوائد من الطاقه المتجدده قليله جدا، من ضمنها مصر. مصر في اخر خمس سنين ارتفع انتاجها من الطاقه المتجدده بتقريبا النهارده احنا وصلنا لحوالي 2000 ميجا وات اضافيه او فائده عن الحاجه من الطاقه المتجدده، وبنستهدف كمان ان احنا نوصل خلال ال 10 سنين اللي جايه الى ان 40% من طاقتنا المستهلكه تكون جايه من الطاقه الجديده والمتجدده الشمسيه او الرياح. وبالتالي هذه الفوائد نقدر ان احنا نستخدمها في استخراج وتصنيع الهيدروجين الاخضر، وبالتالي احنا كده من اول حاجه هنكسبها ان سمعه الاقتصاد المصري ان هو اقتصاد بيعزز البيئه النظيفه والاخضر. بالظبط كده. احنا نتوافق مع المعايير العالميه ان احنا دوله ليست ملوثه. على سبيل المثال حضرتك شوفي سمعه دوله زي دوله كبيره جدا بس ملوثه جدا للبيئه وكوكب الارض زي الصين. الصين فيها انبعاثات حراريه وانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون وغازات ملوثه ضخمه جدا. السنه اللي فاتت السنه الاخيره من عهد الرئيس الامريكي ترامب انسحب من اتفاقيه المناخ لو حضرتك فاكر. صحيح طبعا. فبالتالي احنا دوله وبايدن صرح بانه هو احتمال يرجع هذه الاتفاقيه. بالظبط كده. ده مؤكد ان هو لازم يرجع. وحضرتك لو تذكري الاستهجان من كل مجتمعات البيئه وكل الجمعيات الاقتصاد الاخضر وكل المنظمات العالميه الاستهجان اللي ضد الانسحاب الامريكي. فبالتالي احنا بنتكلم ان احنا بنقدم مصر دولة انها دولة حديثة، اقتصاد اخضر، اقتصاد بيحافظ على البيئة. تمام. اقتصاد ينمو لكن مش على حساب البيئة ومش على حساب الانسان. فالسمعة دي مهمة جدا ان احنا نحسنها ونعززها، وده واضح جدا لو بقى نبص للصورة الكاملة يا استاذة عزة. نبص للصورة الكاملة ان مصر بتعمل لسه من شهور قليلة، من شهر بالظبط عملنا اطلقنا مبادرة تحويل الغاز للسيارات. صحيح. من البسيط الى الغاز. صحيح. بالظبط كده. عندنا مبادره توصيل الغاز المنزلي ان احنا عايزين نرفع السنويه ان احنا نطلع لمليون وحده سكنيه او شقه بيتوصل لها انابيب الغاز المنزلي بدل ما نستهلك بوتاجاز. عندنا كمان النهارده مشروع بنبان اضخم وافضل مشروع في العالم للطاقه الشمسيه. فاحنا بنقدم نفسنا بطريقه مختلفه تماما، بنقدم مصر دوله حديثه، دوله متطوره، واقتصاد ينمو لكن لا ينمو على حساب الاخرين او على حساب البيئه وعلى حساب صحه الانسان. لكن لا تتعارض فكره الصناعه انك تبقى دوله صناعيه مع انه مع فكره الاقتصاد الاخضر دكتور محمد؟ لا تتعارض طبعا مفيش تعارض، خصوصا ان احنا لدينا دلوقتي حلول. لا بتكلم تعقيبا على انه الصين اكثر الدول الملوثه للبيئه طبقا لتصنيفها. ده حقيقي فعلا. طبعا مفيش تعارض، لكن هي الفكره كلها انه
كيفية بالظبط كده، الطريقة اللي هي هتقدر تقلل منها استهلاكها للطاقة بالوقود الأحفوري والطاقة الملوثة للبيئة. الكيفية والطريقة وإزاي هنستثمر وإزاي هنعمل خطة طويلة الأجل دي مسألة معقدة جدا. وبالتالي مصر من أوائل الدول اللي ليها اللي ملتزمة باتفاقية باريس والمناخ، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك إن ده بيقدم مصر ده جزء من صورة مصر الكلية حول العالم. صحيح. ده شيء إيجابي جدا طبعاً. طبعا واضح انه كمان لسه انتاج كل اللي قاله لنا استاذ محمد نجم، كل انتاج اللي حصل دلوقتي هنبدا نشوفه قريبا. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا.